أحبتي، وصفة لقوة الانتصاب بنحضرها قبل نص ساعة من اللقاء، سهلة جدا. درسين ثوم متوسطات الحجم، يعني في حدود الواحد جرامين، يعني محتاجين فقط 4 جرامات من الثوم، تهرس جيدا، تهرس هرس تام عشان نحصل على فوائد الثوم. يجب أن يهرس الثوم. حبة موز أيضا بنقطعها وبنهرسها وبنخلطها مع الثوم. بنضيف لهم عسل، بنضيف لهم صفار بيضة، صفار بيضة مهم جدا، وليس بياضها، نيئة، بتخلطهم مع بعض. بإمكانك تزيد قليل من الكركم، قليل من الفلفل الأسمر، حتى لو ضفت زيت زيتون أو زيت جوز هند لتحسين الطعم، تخلطهم مع بعض، تأخذهم بالمعلقة بدون إضافة أي ماء، مع العسل، الموز، الثوم المهروس، قليل من الكركم. بإمكانك تحط عصرة ليمون، تحسن أدائك بإذنه وتعالى، تقوي الانتصاب، تطيل فترة الجماع، تمنع الارتخاء السريع، تعطيك قوة 200 أو 360 إحصان بإذنه وتعالى. لكم تحياتي، تابعونا في وصفة جديدة لزيادة الرغبة والقوة وتقليل سرعة القذف.